الصحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث نقياس. بين المرأة والراجل ما ينجم يفهم شنو اللي قاعد صاير بيناتهم كان هما الاثنين، وساعات تفاصيل صغيرة الواحد ما يتلفتلهاش تكون هي السبب في ضياع أسرة كاملة فيها صغار وفيها عشرة وقامت على الحب والمحبة. ودور كل طرف انه يفهم الطرف الاخر شنو اللي مقلقه ومطير له النوم من عينه. اما باللين والكلمه الباهيه والمعامله الطيبه والملاحظه اللي تداوي وما تجرحش وتفهم وتوصل المعلومه وما تبعدش كيما في حكايتنا لليله. هاد نتفرجوا عليها مع بعضنا ونرجعوا ونكملوا حديثنا. نفطو ونعديو النهار ان شاء الله. اوكي توحشت مع الاخر. انا باهي. اوكي باهي. كانك على الصغار متخممش عليهم توا نهزهم توا، وانت كي تكمل خدمه تعدي لهم خلطوا عليا. ان شاء الله ان شاء الله. كالعاده تفهمنا ان شاء الله ان شاء الله. معك اسمه في السنيه. شنو فيه هذا؟ اسمه وقولي شنو رايك. باهي اوكي. يلا ربي يعينك. الله يسلمك. هي الحكايه تو هذه ما عجبكش. الو وي خي، ما تقوليش بين سيدي فارغه. كيفاش انا ديما نسمع فيه بكي شويه، كنت نسمع فيه زيد واسع بالك مع شويه. باهي اوكي تشاو. نزيد نقدموه الحكايه. شنو هي الحكايه هذي؟ وي اسمع، نرفزتني راك. علاش سما يا اخي؟ يعني قدمت قداش من مره ما في حد شيء، وبليس فددني باش نطيش روني. باهي وسع بالك مع شويه. وسع بالي شنو؟ انت عندي اكثر من نص ساعه توا، شنو الحكايه هذي؟ ما نجمش تصبر على سماع سيدي فارغ نص ساعه؟ مالاش نقول انا لثمانية سنين صبر عليك وانت ساكت وما تكلمتش. الراجل طلع قاتل علاقته مع مرته بالسكات، وقديش هدم الصمت بين الأزواج من دار وشرد صغار. وثم أعداد في الإحصائيات الدوخ، من ذلك ما نشرته مجلة ألمانية، من أنه 9 نساء من أصل 10 يعانيوا من صمت أزواجهم، وأنه 80% من حالات الطلاق في العائلات سببها معاناة المرأة من انعدام المشاعر وغياب الحوار اللي يربطها بينها وبين رجلها.
هو لو كان نحبوا نحكيه على السكات بين الأزواج وأسبابه حبنا للصباح وما نكملوش. أما اللي نحب نقوله لازم المشاهد الكريم يعرفوا أنه مهما كانت الأسباب ومهما كانت العوائق فإنه التغلب على الصمت الزوجي هو في يد الزوج معرسين، وكل طرف لازم يراعي حقوق الطرف الآخر، لأنه المشكلة تبدأ وقت اللي يتجاهل كل طرف منهم حقوق الآخر. والمرأة لازمها تشارك زوجها همومه ومشاكله وهواياته، وتبعث روح الحب والمودة في الدار، وتسعى باش تقوي العلاقة بين البو وولاده باش يشاركهم أحلامهم وآمالهم. والراجل لازم يراعي دور زوجته في رعاية الأبناء والتخفيف عليها، ويعاونها بالكلمة الطيبة اللي تخلق الألفة والمودة في الدار. ومهما صار ويصير لازم يقعد كل واحد مكبش في أهمية الحوار بينه وبين كل أفراد عائلته باش الفلوكة ما تغرقش لا قدر الله بما ليها، في الوقت اللي الحلول موجودة وحتى حد ما يتلفت ليها. حديثنا قياس وفاء الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. ليلتكم زينة وتصبحوا على خير.